بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم سنة تانية في مادة تطوير المنظمات. معكم دكتور سهام رمضان. كنا بنتكلم زي ما حضراتكم عارفين، خدنا كذا محاضرة قبل كده وكنا بنتكلم في الموضوع الإدارة الاستراتيجية، وكنا بنتكلم في مراحل الإدارة الاستراتيجية، وقلنا إن أنا عندي 4 مراحل للإدارة الاستراتيجية، واتكلمنا في التحليل البيئي، وقلنا إن إحنا المنظمة بتقوم بتحليل البيئة الخارجية عشان تتعرف على الفرص والتهديدات المتاحة، بعد كده بتحلل البيئة الداخلية عشان تعرف نقاط القوة والضعف المتاحة برضو عندها، وده اتكلمنا فيه وغطينا الموضوع ده تماما. بعد كده قلنا المرحلة الثانية بتقوم المنظمة بصياغة الاستراتيجية. صياغة الاستراتيجية بتحدد الرؤية بتاعتها والرسالة والأهداف، وتحدد البدائل الاستراتيجية وتختار البديل الاستراتيجي. اتكلمت مع حضراتكم في موضوع الرؤية وفي الرسالة وفي الأهداف. طيب النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النقطة اللي بعد كده، اللي هي البدائل الاستراتيجية. البدائل الاستراتيجية بنقول ان المنظمه بعد ما بتتعرف على البيئه الخارجيه وتحدد الفرص والتهديدات، وتتعرف على البيئه الداخليه وتحدد نقاط القوه والضعف، وتحدد الرؤيه والرساله والاهداف، بتقوم بتحديد ايه البدائل الاستراتيجيه. البدائل الاستراتيجيه اللي بتعمل على تحقيق رؤيه ورساله المنظمه في ظل الظروف البيئيه المحيطه. بعد كده بتقوم باختيار افضل بديل من هذه الايه من هذه البدائل. طب احنا هنتكلم عن ايه؟ في بدائل استراتيجيه كثيره، ولكن احنا ان شاء الله هنركز نقول في هناك العديد من البدائل الاستراتيجيه التي تستطيع المنظمه ان تختار من بينها ما يناسب ظروفها. كل منظمه بتختار البديل الاستراتيجي اللي بيناسبها. طيب احنا هنتكلم عن البدائل الاستراتيجية بصفة عامة الأول، وبعد كده هنبتدي نحدد كل منظمة بتحدد البديل الاستراتيجي المناسب لظروفها. طب هنركز على ايه؟ هنتكلم في ايه؟ قال لي ان احنا هنركز على مجموعتين رئيسيتين من الاستراتيجية. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن مجموعتين رئيسيتين من الاستراتيجية. ايه هما المجموعتين دول؟ هنتكلم عن الاستراتيجيات التنافسية لبورتر، استراتيجيات التنافسية لبورتر دي هتكلم عنها، وهنتكلم عن استراتيجيات التوجه، استراتيجيات الايه؟ التوجه نحو النمو. طب هناخد واحدة واحدة كده ونبتدي نتكلم عنها. اخد اول مجموعة ان شاء الله اللي هي الاستراتيجيات التنافسية لبورتر. اولا هتكلم عن الاستراتيجيات التنافسية لبورتر. بورتر بيقول والله ان المنظمة يمكنها تحقيق ميزة تنافسية من خلال 3 أنواع من الاستراتيجيات. يعني أنا كمنظمة ممكن أحقق لنفسي ميزة تنافسية لو أنا إيه؟ لو أنا اخترت إحدى هذه الاستراتيجيات الثلاثة. كل منظمة ممكن تحقق لي ميزة إيه؟ كل استراتيجية من دول ممكن تحقق لي ميزة تنافسية. طب هتكلم عن كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات. الاستراتيجيات التنافسية لبورتر 3 أنواع. أول حاجة استراتيجية القيادة في التكاليف وهتكلم عنها، استراتيجية التمايز أو التميز وهنتكلم عنها إن شاء الله، استراتيجية التركيز، استراتيجية الإيه التركيز. طب هتكلم عن أول استراتيجية من هذه الاستراتيجيات اسمها استراتيجية القيادة في التكاليف. استراتيجية القيادة في التكاليف. المنظمة من خلال هذه الاستراتيجية بتحاول ان هي تحقق ميزة تنافسية من خلال ان هي تخفض تكلفة منتجاتها الى اقصى حد ممكن. يعني اخفض التكاليف بتاعتي، طب بحيث ان تكون اسعار منتجاتها دايما اقل من اسعار المنافسين. يبقى الميزة التنافسية بتاعتي ايه؟ ان انا اخفض اسعاري ويكون سعري ايه؟ اقل من المنافسين كلهم. ده بيجي منين؟ من خلال ان انا اخفض الايه؟ التكاليف. اخفض التكاليف بالتالي اخفض الاسعار، بالتالي بتبقى اسعاري اقل من الايه؟ من المنافسين. طيب قال الاستراتيجيه دي ممكن تكون فعاله امتى؟ قال لي والله الاستراتيجيه دي تكون فعاله في حاله حساسيه المستهلك للسعر. يعني لو المستهلك حساس للسعر، اهم حاجه عنده ايه؟ ان الاسعار تكون رخيصه، هو عايز سعر رخيص، فبالتالي ايه الاستراتيجيه دي تكون فعاله جدا، ان انا بقدم له سلعه اسعارها رخيصه.
أو في حالة عدم اهتمام المستهلك بالفروق بين العلامات التجارية. المستهلك عايز السلعة خلاص، مش مهم العلامة التجارية، مش مهم الفروق بين العلامة التجارية، المهم في إيدي سلعة كويسة وإيه وسعرها مناسب. يبقى في الحالة دي بتكون الاستراتيجية دي فعالة في هذه حالة إيه؟ إن حساسية المستهلك للسعر من ناحية، وعدم اهتمام المستهلك بالفروق بين العلامات التجارية من ناحية أخرى. طب إزاي أنا أحقق الكلام ده؟ ازاي ان انا يعني ايه السلع بتاعتي تكون تكلفتها قليله وبالتالي سعرها قليل وبالتالي انا بحقق ميزه تنافسيه من خلال هذا؟ قال لي ده ممكن احققه من خلال ان انا اقدم منتج اساسي من غير اضافه اي نوع من الكماليات اللي ممكن تؤدي لزياده سعره. يبقى ايه؟ اقدم منتج اساسي ما اضيفلوش اي ايه نوع من الكماليات، فبالتالي سعره يبقى ايه؟ سعره يبقى رخيص. الحاجه الثانيه ان انا احاول استخدم مواد رخيصه مواد اوليه رخيصه الثمن من غير المساس او دون المساس بالجوده بشكل واضح، ان انا استخدم مواد اوليه ايه رخيصه، ولكن ايه مش مسترخصش قوي، بالتالي إيه؟ ان ده بيأثر في الجوده او لا، دون المساس بالجوده بشكل واضح، يعني ايه يعني حاجه مناسبه برضه. قال لي برضه ممكن احقق ده من خلال نظام توزيع ذو تكلفه منخفضه، من خلال نظام توزيع ذو تكلفه منخفضه. أول استراتيجية من استراتيجيات بورتر القيادة في الإيه في التكاليف. طيب بنقول مثال على القيادة في التكاليف إن هي تعتبر شركة ماكدونالدز إحدى الشركات التي تتبع هذه الاستراتيجية هي القيادة في التكاليف. طيب بورتر يعني قال لي في استراتيجية أخرى من خلالها ممكن أنا كمنظمة أحقق برضو مزايا تنافسية أو ميزة تنافسية، إيه هي؟ الاستراتيجية التمايز أو التميز، استراتيجية التمايز أو التميز. بنقول إن الاستراتيجية دي بتناسب المستهلك اللي بيهتم بالتميز والجودة أكتر من اهتمامه بالسعر. يعني في نوع من المستهلكين يقول لك أهم حاجة السعر، السعر يبقى رخيص، اقول له لا انت خليك في استراتيجيه بي بي ايه يعني ايه، لو المستهلكين بتوعي اهم حاجه عندهم السعر يبقى انا كمنظمه استخدم استراتيجيه القيادات التكاليف. قال لي لا، المستهلك لو هو اهم حاجه عنده سلعه مميزه، سلعه ذو جوده عاليه، منتج كده فريد ومميز، فاقول له والله ده يبقى مناسب ليك استراتيجيه التمايز او التميز. من خلال الاستراتيجيه دي المنظمه بتقوم بتطوير طرق عشان تميز ايه المنتج بتاعها او الخدمه بتاعتها عن ايه عن الخدمه او الايه او المنتج اللي بيقدمه المنافس، بالتالي بيصبح المنتج اللي ممكن تقدمه المنظمه دي منتج فريد، منتج مميز، منتج مختلف، حاجه كده مميزه، حاجه كده ايه يعني كويسه. ها يعني لان ايه؟ لان المستهلك ما يهمهوش السعر، ولكن اهم حاجه عنده الايه؟ تميز الايه؟ السلعه، والسلعه تكون ذات جوده عاليه. يبقى بستخدم استراتيجيه التمايز او الايه؟ او التميز. طب التميز ده بيكون من خلال ايه؟ قال لي التميز ده ممكن يكون من خلال حاجات كتير، من خلال جوده التصميم الهندسي، شكل السلعه تصميمها عشان يكون متميز، من خلال توافر قطع غيار، من خلال سهوله استخدام المنتج، من خلال الصيانه، من خلال المرونة في إنتاج أي شكل أو أي حجم بيطلبه المستهلك، من خلال وجود خدمة ما بعد البيع، كل ده ممكن يعتبر تميز للإيه؟ للمنتج أو للخدمة. ولكن بنقول قبل ما استخدم هذه الاستراتيجية إن أنا يجب إن أنا إيه؟ أحلل احتياجات العملاء التي لا تلبيها المنتجات المعروضة. يعني ايه؟ يعني المنتجات المعروضه دي في الناس عايزين حاجه معينه، ولكن هذه الحاجه غير متوفره في المنتج المعروض، هم عايزين ايه؟ ممكن يدفعوا اكتر، ولكن ايه؟ عايزين ان السلعه تكون متميزه بشكل معين، فحلل احتياجات العملاء اللي ما بتلبيهاش المنتجات المعروضه، واعمل ايه كمان؟ قال لي حدد القيمه اللي ممكن يدفعها العميل مقابل هذه السلعه او الخدمه. فبالتالي ايه الكلام ده بيتم من خلال ايه؟ قال لي من خلال بحوث التسويق او من خلال نظام فعال للبحوث والتطوير. يبقى احدد احتياجات العملاء اللي ما بتلبيهاش المنتجات المعروضه، واحدد القيمه اللي ممكن يدفعها العميل مقابل هذه الايه السلعه او الخدمه. بنقول ان هذه الاستراتيجيه بتمكن المنظمه ان هي تفرض سعر اعلى للمنتج بسبب وجود ما يعرف بالولاء للماركه. انا ممكن افرض بقى سعر عالي، قال لي اه لان انت بتديهم ايه سلعه متميزه، سلعه فريده، سلعه مميزه، سلعه انت متميزه عن الايه عن المنافسين، فبالتالي ممكن ايه ممكن تفرضي سعر اعلى،
والناس في الحاله دي هتشتري او هتشتري، لان في نوع من المستهلكين عايزين المتميز، مش مهم الايه، مش مهم السعر، يعني زي الحاجات الماركات اللي احنا كلنا عارفينها. طيب ممكن حضراتكم كل نوع من انواع الاستراتيجيات حضراتكم تحطوا الايه، تحطوا امثله عليها. طب في استراتيجيه بعد كده من الاستراتيجيات التنافسيه البورتر، ثلاث انواع من الاستراتيجيات، اللي هي استراتيجيه التركيز. استراتيجيه التركيز قال لي في الاستراتيجيه دي المنظمه بتركز من خلال هذه الاستراتيجيه على ايه؟ قال لي بتركز على شريحه معينه من السوق، او بتركز على مجموعه معينه من المستهلكين دون غيرهم. يعني بتركز على حاجه معينه، على ايه؟ على شريحه معينه من السوق، او مجموعه من المستهلكين، ما تاخدش مستهلكين غيرهم، لا من المستهلكين كلهم، ولكن ايه، على مجموعه معينه من الايه، المستهلكين، بدل ما تتعامل مع السوق كله. طب المجموعه المعينه من المستهلكين او الشريحه المعينه من السوق دي، قال لي ان احنا ها بميز سلعتي ها من حيث الجودة أو السعر. إزاي؟ قال لي أنا ممكن أستخدم استراتيجية التركيز مع خفض التكاليف، أو استراتيجية التركيز مع التميز. يبقى أنا بختار شريحة معينة من السوق، أو بختار مجموعة معينة من المستهلكين بركز عليهم، وإما أستخدم التركيز ده مع خفض التكاليف، أو أستخدم التركيز مع الإيه؟ مع التميز. طيب بنقول في النهاية هتقول لي طب ثلاث انواع من الاستراتيجيات دي، الثلاثه دي استراتيجيه قياده التكاليف، واستراتيجيه التميز، واستراتيجيه التركيز. استراتيجيه التركيز ها دي الاستراتيجيات التنافسيه بتاعه بورتر. اي من هذه الاستراتيجيات افضل استراتيجيه، او ايه الاستراتيجيه المثلى او المثاليه؟ اقول لك انا باكد ان ما فيش حاجه اسمها استراتيجيه ها مثاليه، ما فيش حاجه اسمها استراتيجيه ايه مثاليه، ولكن على حسب ظروف المنظمة أنا باخد الاستراتيجية اللي تناسبني، على حسب موارد المنظمة، على حسب إمكانيات المنظمة، على حسب قدرات المنظمة، على حسب ظروف المنظمة، على حسب نوعية العميل، أنا بختار الاستراتيجية اللي إيه، اللي بتناسب ظروفي. وبعد كده بتقوم المنظمة بدراسة مخاطر الاستراتيجية دي، ومدى قدرتها على التغلب على هذه الإيه، المخاطر. يبقى بنلخص كلامنا، بنقول إن المجموعة الأولانية من الاستراتيجيات اللي أنا كنت بتكلم عنها اسمها الاستراتيجيات التنافسية لبورتر، وبنقول إن هما ثلاث أنواع من الاستراتيجيات: استراتيجية القيادة في التكاليف، استراتيجية التمايز أو التميز، استراتيجية التركيز. طيب هنتكلم عن المجموعة الثانية. المجموعة الثانية ودي بيكون فيها الكلام كتير، وهنتكلم عنها عن أنواع كثيرة من الاستراتيجيات. نركز مع بعض ونشوف إيه هي استراتيجيات التوجه. بنقول بتقوم المنظمة من خلال هذه الاستراتيجيات بتحديد نوع التوجه الذي سوف تتبعه نحو النمو. يبقى ممكن نسميها استراتيجيات التوجه نحو النمو، استراتيجيات التوجه نحو النمو، أو أسميها استراتيجيات التوجه. وبنقول بنقسم استراتيجيات التوجه إلى ثلاث أنواع من الاستراتيجيات، وهقولهم بالتفصيل، وهقولهم إيه بالتفصيل إن شاء الله دلوقتي. استراتيجيات التوجه ممكن أقسمها لثلاث أنواع من الاستراتيجيات. أول نوع اسمها استراتيجيات النمو المحدود، تاني نوع استراتيجيات النمو التوسعية، تالت نوع استراتيجيات الانكماش. يبقى التوجه نحو النمو، هل إحنا هنبقى في نمو محدود، أو الوضع مستقر، ها في استقرار في النمو، أو هتوسع في النمو أوي، أكبر حجم أعمال أوي، اللي هي استراتيجيات النمو التوسعية، ولا هقلل حجم أعمالي، اللي هي استراتيجيات الانكماش ولا التقلص أو التقلص. طيب هنشوف استراتيجيات التوجه دي، وناخد استراتيجية استراتيجية، ونحاول إيه، ونحاول نشرحها ونفهمها. أنا جمعت لكم استراتيجيات التوجه دي في شكل معين بيجمع لي استراتيجيات التوجه، نبص مع بعض كده، والشكل كبير ولكن بيجمع لي الموضوع كله، كل اللي هنقوله متجمع في هذا الشكل. قال استراتيجيات التوجه دي أنا ممكن أقسمها زي ما قلت من شوية، استراتيجيات النمو المحدود ودي بتنقسم إلى أقسام معينة، استراتيجيات النمو التوسعية دي بتنقسم إلى أقسام معينة، واستراتيجيات لينكيش. طب يبقى أول نوع من الاستراتيجيات استراتيجيات النمو المحدود، نمو ولكن إيه؟ نمو محدود، هتكلم في النمو المحدود. النمو المحدود دي اتنين، وهتكلم عنها بالتفصيل، فيها استراتيجية الاستقرار واستراتيجية النمو البطيء.
استراتيجية الاستقرار، أو بنسميها إبقاء الوضع على ما هو عليه، إبقاء الوضع على ما هو عليه أو الاستقرار بمعنى واحد، أو استراتيجية النمو الإيه البطيء. دي أول استراتيجية هتكلم عنها. طيب ناخد أول استراتيجية ونخلصها ونتكلم في الإيه في الاستراتيجية اللي بعدها. هتكلم عن أول نوع من استراتيجيات التوجه اللي هي استراتيجية النمو المحدد، وبعدين نبقى نرجع للأسئلة دي تاني. ها، في استراتيجيات النمو التوسعية والانكماش. طيب استراتيجية أول نوع استراتيجيات النمو المحدود، النمو المحدود. طيب بنقول بتشمل هذه الاستراتيجيات على نوعين أساسيين. أول نوع استراتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه زي ما قلت من شوية، اللي هي الاستقرار، واستراتيجية النمو البطيء. طب أتكلم عن أول نوع. بنقول إن استراتيجيات النمو المحدود أول نوع فيها استراتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه، إبقاء الوضع على هو عليه. بتقول إن في ظل هذه الاستراتيجيات اللي هي استراتيجيات إبقاء الوضع على ما هو عليه، بنقول إن المنظمة بتستمر في خدمة عملائها بنفس الطريقة اللي كانت بتخدمهم بيها في الماضي، وبتقدم نفس المنتجات في نفس الإيه في نفس الأسواق. نفس العملاء، نفس المنتجات، نفس الإيه نفس الأسواق بنفس الطريقة. خلي الوضع على ما هو عليه. بنقول ان الاستراتيجيه ابقاء الوضع على زي ما احنا بالظبط، نستمر زي ما احنا، نستقر على نفس الايه الوضع. الاستراتيجيه دي بتناسب اللي بتناسب المنظمات التي تعمل جيدا وترى انها ناجحه وتحقق اداء مرضي. يعني ايه؟ انا منظمه انا شايفه نفسي كويس وناجحه وادائي كويس، فانا عايزه استمر على نفس الوضع بنفس الطريقه بنفس الايه الاسواق، والربح بتاعي معقول وانا شغاله والدنيا ايه كويسه، فبخلي ايه انا مش عايزه اكبر ولا انمو، ولكن ايه هستقر نفس الوضع نفس الحجم بنفس الاداء. قال لي ده بيناسب انهي نوع من المنظمات؟ قال لي ده بيناسب المنظمات ها اللي بتكون البيئه بتاعتها مستقره. ايه البيئه بتاعتها ايه مستقره؟ يعني ايه؟ يعني الفرص محدوده ومعروفه وانا عارفه ها الفرص اللي موجوده هي محدوده ومعروفه وانا عامله حسابي عليها، والتهديدات برضو ها محدوده ومعروفه وانا عامله حسابي عليها، والبيئه مستقره ما فيش تغير حد في البيئه، لا البيئه ايه مستقره. بنقول ان الاستراتيجيه دي اقل مخاطره من غيرها، اقل ايه من اقل الاستراتيجيات ايه مخاطره. طيب بنقول الاستراتيجيه دي بتكون غير ملائمه تماما في حاله معينه. ايه هي الحاله دي؟ قال لي تكون غير ملائمه في حاله لو المنظمه بتعمل في بيئه متغيره. في بيئة ايه متغيره يبقى المنظمه الاستراتيجيه دي غير مناسبه، لان احنا قلنا بتكون مناسبه لما تكون البيئه ايه مستقره. لما بتكون البيئه متغيره بتكون هذه الاستراتيجيه ايه الاستراتيجيه غير مناسبه. طيب يبقى اتكلمنا عن استراتيجيه ابقاء الوضع على ما هو عليه او استراتيجيه الاستقرار. طب تاني نوع من استراتيجيات النمو المحدود، قال لي تاني نوع من استراتيجيات النمو المحدود اسمها استراتيجية الايه النمو البطيء، النمو الايه البطيء. بنقول ان الاستراتيجية دي بتعمل على نمو المنظمة ولكن بمعدل بطيء ومحدود جدا. بنمو بمعدل ايه؟ بمعدل بطيء ومحدود جدا. طب بتناسب مين؟ قال الاستراتيجية دي بتناسب أو بتتناسب مع مين؟ مع المنظمات إيه اللي موجودة في بلاد معدل نموها السكاني محدود، معدل النمو السكاني محدود، بحيث إن أنا لا يوجد عندي عدد كافي من السكان للمنتجات والأنواع المتعددة والمتزايدة. يعني إيه؟ عندي سكان محدودين ومعدل النمو السكاني محدود، ولو أنا ومفيش فرصة للتصدير، ولو أنا انتجت كتير او كبرت حجم اعمالي مش هلاقي اللي ايه اللي يشتري هذه المنتجات بتاعتي او ايه يستخدم الخدمات بتاعتي. فبالتالي ها بيناسبني ايه استراتيجيه النمو الايه البطيء. قال لي كمان الاستراتيجيه دي بتناسب مين؟ قال لي الاستراتيجيه دي بتناسب برضو المنظمات ذات الموارد المحدوده. انا مواردي محدوده وما اقدرش اكبر حجم اعمالي. أنا ممكن أكبر حجم أعمالي ولكن بقدر إيه؟ بقدر إيه؟ بقدر بسيط. فبالتالي أستخدم استراتيجية النمو الإيه؟ البطيء. ليه؟ لأن أنا مواردي محدودة وما أقدرش أستخدم أو أتبنى استراتيجيات النمو الإيه؟ استراتيجيات النمو التوسعية، فبالتالي بستخدم استراتيجيات الإيه؟ استراتيجية النمو البطيء. يبقى إحنا اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمنا عن استراتيجيات النمو المحدود. النمو المحدود دي ها؟
قلنا إن هي نوعين، أول نوع استراتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه، أو استراتيجية بنقول عليها الاستقرار، بخلي الوضع على ما هو عليه، وبتناسب مين؟ قلنا بتناسب المنظمات اللي في بيئة مستقرة، اللي في بيئة إيه؟ مستقرة. طب تاني نوع قال لي استراتيجيات الإيه؟ النمو الإيه؟ النمو البطيء. هكمل معاكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي الاستراتيجيات النمو التوسعية بقيتها، احنا خدنا أول نوع منها اللي هي استراتيجيات النمو البطيء، هكمل في الفيديو القادم بقية استراتيجيات التوجه نحو النمو. احنا خدنا أول نوع، لسه في إيه نوعين، هتكلم عن استراتيجيات النمو التوسعية في الفيديو القادم، وهتكلم عن استراتيجيات الانكماش إن شاء الله. شكراً.